عليك يا انها يما عليك يما يا بنيتي كوعات نلقى روحي ما عمر التليفون على السبت شويه مشيت فيها وقتاش قمت قمت 6 و9 دقائق و9 دقائق درجين ودرجين قول 9 درجين قمت 9 درجين 6 درجين وري قلت اخش فيها من نوع نوعي نوعي يما عليك يما شويه اخرى ومين مشى بضحكوا مشيت لكم اما انا تعلمت الفن الفن اي نسمك حاجه جي فو بارلي دان تون كو لو موان دو 20 تون ne peuvent pas connaître mon maître ce ton là accroché celia شقالك الغنيه سمحه صوتي باهي ولا نمشي فشلو معناتي على قول لي هذا نمشي موازينا تمشي تمشي نمشي موازين تمشي اي كاو باي باي ملا اي سي تابع الغنيه بتاع شكون هذه ولا صحيتو حسب رايكم علاش لون الكراسي في الطيارات ديما ازرق ما نعرفش انا قلت الواحد قال لي بالك باش ما يبقعوش معناها الكراسي وقال لي معناها كي يركبوا مبلولين من البحر ولا حاجه يمكن خاطر الازرق كولور هادي في شركات الطيران الكلهم ازرق لونهم اي شركات الطيران الكل ازرق وفما اللي ولاو يغطيهم بشكير كيما التاكسي هذوك باش ما يتبقعوش به قال لك مول عباد كي تجي باش تسافر تحس باضطرابات نفسيه وتبدا ضربه ستريس وتبدا خايفه معناها تقول عليها خايفه لا تطيح وكل شيء قال لك اللون الازرق يحسسهم بالطمانينه والراحه البال والهدوء والقوه فهمتوا فما بلايس معناها يعتبروه اللون الازرق لون السلام مش كيف نحن اللون الابيض وباش يرتاحوا يبدا يرى في الكراسي زرق وكل شيء هكا هو هكا علاه اللي يحب يشوف السلام واحد يزرق عين حتى اليوم في اسم كوسنبوك باش نحكيو على اسم حلمي ولقب جرار حلمي هو جاي من الحلم هو الوقار والضبط النفس والعقل يعني كالانسان الرزين رزين والمؤهر ومؤهر صحيح كيما اللي حكى لي عماد تو اللي بلا الشعر تسمى حلمي يتسمى حلمي حلمك انت لا باش يقعد ديما حلم قد اشتقد بشعرك لا حلمي لا بالكسره تحت الحرف الحاء حلمي الاخرى حلم هذا حلمي